الصبر اللي دايما انت كتبتيه بعد وفاة هيثم احمد بالظبط. طبعا الله يرحمه هيثم، يعني انا لغايه دلوقتي يمكن اكتر حد بعد ابويا اتوجعت عليه لما مات بجد. كنا اصحاب في فتره، بقالي كتير ما شفتوش وحسيت بذنب ان انا بقالي فتره ما بسالش، بس انا كنت بطمن عليه من بعيد يعني، عارفه شويه اخباره. بس طبعا هيثم من اكتر الناس اللي انا بحبهم جدا، يعني بحبه فعلا من قلبي، لاني عارفه قد ايه جواه نظيف، وانا عارفه اللي هو مر بيه، وعارفه يعني ايه وحده، وعارفه يعني ايه ظلم، وعارفه يعني حاجات كتير هو مر بيها. فطبعا يعني الله يرحمه يا رب، هو يكون في مكان احسن دلوقتي وفي الجنه ان شاء الله يعني. وحب الناس اللي ظهر لي ده يعني احلى حاجه يمكن حصلت، ونفسي كان نفسي طول الوقت ان ده يوصله. فعشان كده انا يعني بعيدا عن الموضوع ده، يعني هو مش لازم نأذي بعض، مش لازم نجرح في بعض، مش لازم يعني مش لازم خالص. في ناس بتبقى متخيله ان الممثل ده ما بيحسش، او ان هو عشان مشهور فهو مش هيشوف، او مش لا هو ممكن الممثل ده انسان وممكن يبقى حساس اكتر وبيتوجع وبيتضايق وممكن ما ينامش طول الليل عشان حاجه، وانت يعني كتبت حاجه كده عشان بس تميز نفسك فشتمته او كده. لا يعني لازم نتحمل مسؤوليه، نبقى عارفين مسؤوليه الكلام اللي بنقوله. الكلمه دي حاجه مهمه قوي، يعني هي سلاح برضو. وفي نفس الوقت يعني خليكوا يعني هو الناس ارتقوا دي شوية. نرتقي وارتقوا بالكلام شوية. نرتقي الناس دي انا بشوف ان عندها مشكله يعني اكيد مرض. انا ساعات بيصعبوا عليا، بقول هو اكيد يعني للدرجه دي حياته مثلا فاضيه، او حياته مش حلوه، او حياته ان هو يبقى عنده فرستريشن ان هو يدخل لممثل يشتمه، يعني اكيد في حاجه كتير يعني في حقد. اصل انت لو بتعمل حاجات في حياتك مش هتبقى عايز تعمل كده، انت عايز تكتب للي بتحبه حاجات حلوه، او تتابعه، او تعمل له لايك، عندكش وقت للحاجات انك تهتم بحد مش عاجبك. يعني انت في ريموت ما تتفرجش عليه. انت كتبتي بوست عن احمد السقا يومها في بعد يوم الجنازه بتاعت هيثم، قلتي ان بنحس انه اخونا الكبير. طبعا لا احمد السقا يعني اخونا الكبير فعلا، وجدع ودايما في اي يعني وفاء او في اي شده او كده تلاقيه يعني حاضر وراجل. ويعني عملتي فيلم انت وسقا بابا؟ بابا كان كوميدي. كان فيلم كوميدي. انت شايفه نفسك بتستريحي في الكوميدي، او حابه انك تعملي كوميدي، ولا الحاجات اللي فيها رومانس او تراجيدي اكتر؟ بص انا بحب كل الحاجات، بس انا تعبت من التراجيدي، يعني لاني بعمل تراجيدي او الـ يعني الدراما اكتر، اللي هي زي بلا دليل، زي سكنسة، زي الشارع اللي ورانا، زي فمشاعر العياط ومشاعر الألم ومشاعر الحاجات النفسية أنا يعني بحب أعملها، بس في نفس الوقت هي متعبة.